السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. هسه كنا بالحديقة أنا توصينا متعودين عليه. إن اليوم طلعا تقريبا الساعة 8 للبحيرة و فوق لوك النوتوسن. لكن 6 مفهومين ساعة بالسبعة إلا ربع العصر، طلع من 8 الصبح هسه بالسبعة إلا ربع، يعني 7 إلا ربع العصر. مو متعودين عليهن نشوفهن هنا بالحديقة، لقيناها سيبنا بالحديقة. بعدين انتبهت التوسن قلت له شنو هاي؟ إذن الخضريات يمنا موجودات، وعن لقيناهن 6 من كيف ابدا بدون تدخل من عندنا ولا شي، جايات هنا وبالحديقة متعودات على مكانهن، واجن اليوم راح للبحيرة طارا وهسه اجن. فاك 2 من عندهم بالغابة اسمها بالبحيرة باقيات، راح شفتهن انقرد وبعد واحد ثاني وياه. لا والله هاي انقرد موجودة، بس ذي شو اسمه ييدة الزغيرونة اختها شبيهتها موجودة وياها بالبحيرة. لاني هسه اجا مساء رحت يمكن تقريبا ساعة بالوحدة الظهر، جابت لنا البنية حلزون ورحت طيت لهن بالبحيرة كلنا. طارا او رجعا ابدا لا واحد صافر الهين ولا واحد اصلا ما ندري بيهن من رجع، الله شاهد. وكثنين والله اجت هاي هاي هسه، وطبعا اجت طايرة يده يده واللون الفاتح الثنين هاي وحدة، وهسه تجي اختها. بقى الفحل كان هي وياه بالحديقة، هسه رحت لقيتها هاي هاي انقرد. شوف اخوان هسه جن 7 اجن 6، اول مرة جن 4، رحت ادور عليهن لقيت بس 2 بالبحيرة، بعدين جيت لهنا لقيت 6، لقيت 2 بالبحيرة، 4 خليتهن بالحديقة، واثنين رحت لقيتهن بالبحيرة. شو جيتنا لقيت 6 ونقص الاثنين اللي بالبحيرة. بعدين اصور بهم جاي اتكلم عن هاي نفسها اللي اجت حطت ما ادري بيها، بسرعة اجت وراي، بس اجيت عشان الموبايل مو عندي هذا الجالكسي. شوف اجن وياي، انا حاط لهن هسه راح احط لهن بروتين حتى يتعلمن هنا يجن ياكلن. هذا خليت لهن هنا بروتين وشعير، بروتين اليوم اعطيتهم بروتين، انا قطعت عنهن من زمان، قطعت عنهن البروتين، بس هذا البروتين مكافأة الهن لين اجن. اخوان قسما بذات الله من شفتن هنا يعني طار قلبه من الفرح، يعني اليوم من رحتنهن بالبحيرة طيتن الحلزون يعني شفتن ما اجني ما اهتم اللي اجن اكل الحلزون، يعني ليش مرهن على الصخرة وهن بالماية كصخرة، يعني صايرة سطحية وهي سطح الماي، وما اهتم لي ولا طلع عن الي لي برا. فشوية حزنت عليهن قلت شنو يعني صار هن جناح بدت تشيل الريش وقامن ما يهتم لي ما جني، يعني حسيت يعني موعد الرحيل قريب، يعني الفراق وياهن قريب جدا. بس والله العظيم يعني شلون مثل ما تقول مضيع لك شيء عزيز عليك او شخص تحبه او فجأة شفته. والحلوة من لقيناهن شوف مرات ذاك شيء انت متعود تشوفه بهالمكان، هذا متعود تشوفه بهالمكان بس راح من عندك وشفته قريب، يعني راجع المكان بعدين تبي تقول هذا الشيء مو راح،
هسه راح اعطيكم يعني مثال صار بيا مرة عند طيور، مربى طيور مربى حمر، صارت بيا بحمر وصارت بيا بتار. الطير طاح من عنده وراح. ثاني يوم جاي موصل ولاقي الطيور بالسطح وواقف وياهن، مرة التار بعته ورجع ثاني يوم ولقيت ويا الطيور وساعة اشوفها قدامي. بعدين قلت شنو هذا، ما مسبحته اني ويعني فرخ وما طاير عندي. الله وكيلكم ما ماخذ فره داير ما ماخذ على البيت. ومرة طير احمر كذول حرب مالتي وما يدرون بيه من مالتي وهو جديد عندي جايبه يعني بس ما معاين على سطح في شي قليل ويطير عندهم يمكن اسبوع اخذ يطير عندهم. بعدين والله شفته واقف بالبرج وساعة قبالي. بعدين قلت شنو هاي، مو متعود على وجوده، من يرجع شوف المتعود على وجوده الشي تشوفه قبال عينك ما متفقده قليل ويرجع المكانه ما تاخذ بالك من عده. هسه شنو هاي انا دخلت بهذا الموضوع، بس يعني اقصد هسه واحد انه من اثن ما اجى لحد الان، يمكن راح اروح له بس ذني جيتني اليوم. يعني انا ما حبيتها في هيك وقت، لو جايات بالليل فد مره، لان هسه اذا ارجع للبحيره يمكن ما يجن بعد بالليل، لو راح يبقى هنا. اذا ابقى هنا انا ماكو مشكله يعني لليل ماكو مشكله، بس مالي يرجع للبحيره ويجن بعد شوي الغروب. الغروب هو شقد بدا 10:30 صلعتهم الغروب، ما اعتقد اذا راح هسه يمكن ما يجي اللي باكر. هاي هنا حنطة وبروتين، هاي مكافأة إلهن حتى يتعودن يرجعن، من يلقن الشي اللي يحبن راح يتعودن ويرجعن. وراح كل ما يجي نعطيهن بروتين واعطيهن شي يحبن ياكلن. وهسه راح اخذهن بهذا الكرك الصغير احفر لهن الارض اذا شبعن من هذا، ونعيد ذكريات الطفولة انا وياهن. وهسه راح اروح للفحل اللي بالبحيرة اشوف شنو فيلمه. هو مو الممرود، الممرود هذا موجود الفحل. هذه اجي توني قمت، توني ترى وقفت الفيديو الله شاهد وقمت واشوف اجا منك. هلا هلا بهالطور الحلو. الفحل الكبير والله العظيم وفيات، والله اوفى من باقي البشر والله العظيم. يوم ما يتمايل في دور روح لها الطول هذا. والنوف اجى علي الحنين، اجى علي. هذه اجى توا والله، شوفوه فحل رقم واحد يعني الكبير. اجى ماشي شفته من هناك دخل. هذه يندلن مكان هي. هذا الفحل الكبير اجى يريد ياكل، وهاي وحده من المثايا كتلته نقرته. شو هذه هو، هذا الطويل فحل اكسا، هذا اسمه اكسا، قائد اكسا هذا اللي في حله اكسا. هذا هاي شنو هذا، هذا فحل. انا دخلت يمكن بس اثنين في حله والله، لا لا ثلاثه، هذا واحد وذاك الطويل واحد. هسه تو اجى وهذا اليمه اثنين، اذا اثنين في حله
لين اثنين في حلة. هذا واحد، هذاك اثنين، وهذا ثلاثة. وهذا الحلو الصغيرون المتشكنم، هذا هاي يده رقم 8 الصغيرونة كانت بيهن الشقرة. والله وفيات، وحتى لو على هالطلعة هاي جاية الوحدة هالسنتين غير رحتن وجيتن، حتى لو بعد ما تجن وفيات وعرفتن مكانشن وعرفتن المربيتن. والله وفيات وعرفتن مكانشن وعرفتن اللي ربيتن. الأريدة من عتن آني يجن ينامن هنا، إيش ما يظلني ينامن هنا بداخل كوخن، ما راح يتغلب عليهن الطبع البري. أنا يمكن أفكر أسد عليهن هسه المحجر هنا ولو يطيرن من عده، بس هو بعد حتى يظل هنا لليل ما رتني يرجع، ما رتني يرجع للبحيرة هسه. راح أعوفن، لا راح أعوفن انها حر التصرف. من نجي يتمشى والله العظيم ايش قد حلو مترهي على راحته. ان البارحة اجين، طبعا اليوم انا صورت الفيديو الصبح طلعتهن، وذكرت بي البارحة جن الساعة 11:30، فهذا اليوم العصر يعني مثل ما ذكرت بالسبعة إلا ربع، يعني طلع من 8 الصباح للسبعة إلا ربع العصر اجن، وبدون ما يعني هسه هن توهن اجن، لان سمعت النثاية ينغن توصل، قلت له شنو هاي، لان الخيريات موجودات، يعني اثنيناتنا قمنا عليهن والله العظيم. ركض اجين اربعة، وبعدين اجين اثنين، وبعدين اجت واحدة، وبعدين اجت الفحل الاخير، بس ما شفتني شلون اجين، بس الاخير شفته جاي يتمشى. ادشون شلون يجن ويحطن هنا. هذا الفحل الممرود اللي بالنص صاير زين، هو شوية ردت روحه، بس انا ما اعتقد هذا اجا طاير، لان يركض ويرفرف بجناحاته الصبح من اشوفه يطلع، بس اللي يطيرن غيره. وانا متأكد من هذا الفحل، لان هو قواهن هو اكبرهن، ما اجا يتمشى، اجا طاير وحط يم الباب وجاي مشي. وحتى اذا اجا مشي او اجا طاير هاي هي. وكأخ قال لما لحم وما يطرن، والله يا ريت، بس ما اعتقد، لان بعتهن صغير ونات واكلهن يعني لقطن، واكثر شيء واكلهن حلزوناني وشي، وهن هم ياكلن الخبز، وقالوا ما ياكلن هسه هذاك اياه. اكل خبز صار له يومين، والله يومين من قامن يطيرن لليوم الخبز ما اكلن. شوف ذني ولم ساجت الغيه، هذا الحوضاني يتخاف يغرقن بيه العصافير، بس قلت خليه يمكن صاحباتنا يحتاجن. تاركن ذني المشاب هات يده وانقرد ثنائي المرح، جميلات المجموعة حسناوات. أني فكرت أحصل حلقات بلاستيك علقتهن 11 ملم، من كل حلقة لون،
مثل وحدة أصفر وحدة أخضر وحدة أحمر وجوزي، مثلا أسود أبيض برتقالي، حتى كل واحد أنطيه لون حتى أعرفهم من الألوان، لأنهن يشابهن. بس لأني الاثنين أعرفهن لأنهن صغار لونهن كان مميز. لأن هم بيهن شوي اختلاف، بس مو ذاك الاختلاف. يعني هاي وحدة راسها اسود طوخ وذيك راسها أملح. هاي تريد تفتح كيس الخبز، هذا الخبز الدنماركي مال ال ابو الحنطة. هسه راح انا افتح حالك، تستاهلن. بس يا والله لا جوعانة ولا تريد تاكل، هيك مجرد لعب. شن هنسد شن هيك سفن، وين راح نذل؟ راح نعلمه مال الحمام. شوف هذا الخبز ماطر عليه الدنيا وصاير مقطل، لازم اذبه. خلي يولي هاي. جبت لنا حنطة هنا ورجعنا هذا المكان المحبب اللي شمسن بيه شانن. اليوم انتن بوفيه مفتوح لشن، شو تريدن؟ ولا انا ما مقصر وياشن من زمان. اكلن. هاي الحنطة من احد الجيران هداها لنا الهن، اعطانا سطلة حنطة. انهم فضوليات، يعني يحبني يعرفن. شوف هسه يقرقشن بالقفص منا ياكلن بيه، حفظا المكان مال المنطقة. بمنطقة يتمشن على البحيرة بالحديقة، حفظا المنطقة. انا اعتقد توستن من السهولة واحد يقنع يخليهن هنا، لان هنا النهار كله بالبحيرة، يعني مو بالحديقة. بس شغلة واحدة، اذا رحت للبيت هناك توستن مو قدها، ما يقدر يسيطر عليهن. يعني مثلا انا هنا بعد هنا حرار هنا وجناحن، انا ما اقدر اسيطر عليهن. بس اني عنده خبرة، يعني اقدر اجيبهن ابيتهن ببيتهن الاحظهن اقعد يمهن اصور. هسه هذا كل التصوير والفيديوهات وانا احكي وياكم، هن يعرفن صوتي عبالهن انا احكي وياهن. يعني انا اغمهن بالكلام، يعني يعتبرن مسامر وياهن. هذا منحكي اني هن هم يرتاحن على صوتي، هم يامنن. والله من الساعة من رحت لهن ساعة، يعني قلت لكم بالوحدة اخذت لهن الحلزون، والله العظيم اجن هم بالماي من بعيد، اجن كلهن تمن حجرهم بس ما طلعن. وكفحل ذن هم نفسهن ذن الشرايط. والله العظيم يشابهن يتعاركن. شبيكن ما تقل لي. وكفحل من الفحلة سوى حركات اول مرة يسويها من شافني. يعني انا شايف الخضير يسويها، بس هو ما يسويها. يعني هنا أنا كالعادة، بس اليوم سواها. لين شنو؟ من ثمانية للوحدة هنا ما شايفاتني. طلعنا انا وتوصير، رحنا جبنا السمانات، هم صورت الفيديو، هم نشرة راح ورجعت نميت. يلا رحت لين ساعة بالوحدة، من شافني الفحل
القائد مالت ان هسه جاي يتمشى خير واحد، سوى هيك يعني شلون مثلا هو بنص البحيرة يعني راوح برجليه بالماي ورفع هيك رفع نفسه فوق ومد رقبته ويتسبح. سواها يمكن 3 مرات الحركة من شافني، شايف انا الخضير يسويها حتى الداجن يسويها، بس لاني مالاتي ما مسويات هالحركة الا اليوم الفحل سواها. والله حواصلهن متروسة، شوفوها على زون بروتين من البحيرة، ماشي اسمها رخويات فقاريات لا فقاريات انواع واشكال ديدان، هاي البحيرة مليانة ما تجيها طيور هواي غير الان هم نطيق لها نسل بروتين وحاط لها الخبز. هذا خاف من البشوش، والله طار هذا الطير حاد، الطير مبزبز، بس اليوم شو طار، بس كون عاد هنا يرجع. يذبذب بروحه وين ما كان من ثول ثولك والله. نعم الله عليك من رجعت يلا خبن. كل خير ما بي ولا والله، بس اذا اشوفها فراخه لان الطير حار حاد، بس الطيره افضل من عده الطير. خلينا نشوف الافراخ شنو ايش راح تطلع. لان تيسرن على وجهه البحيره، 3 نامين بالشميسه هناك بالبلكونه، هذا المقرنص حار دق الشمس فهنا يدفن عليها، الجو بارد هنا ترى من اقول هيك يدفن عليها ما اعرف شلون، هنا الجو بارد. ذني 5 وذني 3 هنا، 5 راح نتمشن هيك وذني 3 هنا على حرارة المقرناص. هذا الفحل اليقور زوج امه يوشا، هسه جواهن البيض مال الزوج الحمر، لاحقات البيضات جواهن وبيضاته هو وامه، خليتهن جوا ساكسوس او لوسي لان بيض ساكسوس او لوسي اخواته فسد ما طلع، وخليت بيض هذا ويوشا لان انا اريد الرسم مال يوشا مو مال الحمر، يعني شوشو الاحمر من زوجة اليوشا ذبل ذني، يعني هذا بي نسبة من يوشا ونسبة يوشا راح يصير الدم اكثر شيء اليوشا، يعني خلينا نقول هنا بي هو نص يوشا وهناك يوشا كاملة صار يوشا ونص، فانا اريد تطلع سلالة يوشا منها ومن بينها لان طيور مالزق مو طبيعية، مو طبيعية اللي يدور طيور مالزق خلي يدور الحمام اللاحم الفرنسي
يلقى خلاص يكتبوا على الجوجل، يكتبوا على اليوتيوب يطلع كنا زاجل طير فضة ابيض كبير. حتى بي مرات طويرني يجي لونه سمي صخري، هذا العل حماري طبخاري. لان اللي تيسرن لقيت الاربعة هنا اربعة، وذاك واحد ورا الشجرة خمسة، يعني ثمانية موجودات. هاك ثلاثة بالهذا بالبلكونة هاي، وذني خمسة. يعني هذا الطير هسه اذا غادر على ربعنا، اذا هاجر وحاط، ويجون هذول الصيادين جاي نشوفهم على اليوتيوب. يعني شو قد تعبنا وياهن، ايش قد نحبهن، ايش قد تعلقنا بيهن، ايش قد لهن ذكريات ويانا ويا الجيران، شلون جبناهن، شلون لقيتهن البنية بيض بالحديقة، شلون خلتهن بالفقاسة وقلنا 3 ايام نقلا من كوبنهاجن، اجن على مدينة قريبة على كوبنهاجن وبالحمام عاشن 3 ايام، وبعدين نقلناهن يم توستين. من نقلناهن يم توستين وهن صغيرونات، انا وياهن كنا نسوي هيجي هاي ذكريات الطفولة انا وياهن. يعني هن من كانن اطفال اللي ذكريات وياهن، وهم كنت عن ذكرياتي شلون كان نعد خضيريات داجنات، وشلون من ضربت الخضيرية طقيتش ما ذريتش. ها ويروح عن كلهم ذكريات، ها وحياتهن مليئة بالذكريات الحلوة او المريرة بالنسبة لهن، لان عاشن بدون والله عوضتهن عن امهن وابوهن. نقلا بالسيارة تمرضا وطابا، وهناك يجين وطقهن صاحبنا خلاه وشواهن راحن، ويعني هن بطلعتهم ياكلونهن، مرات اشوفهم يطبخون كلوهن والنسين راحت شن الله ما خالقين. شوف الحلقات مالتهم والارقام ما اتحرك انا، بس والله الحجر حاكن شويه ما ظلت. شوف ارقامهن، بس هي محفوره حفر تبقى بيهن حتى اذا تغير اللون. هو اللون حلقه احمر، شمال هذا الدود، شقد اكل اندود. لان اذا بقن بين السكان بالبيوت حتى اذا شردنا من عندنا، اذا بقن بالبحيرات اللي مو التشولة والبرية، الطيور تروح بالهور البعيدة منا ما تتقرب للناس، اكي مثلهن ما يعني اكي مثلهن ما يحب الناس ويعيش بالهوار بالمستنقعات البعيدة ما يتقرب للناس ابد. ان هذا نفس النوعية كبيهن يختار المدن وقريب يكون من الناس، وكبيهن لا ما يفضل البشر. غني اذا بقن قريبات من السكان ما عليهن شي من الصيادين، وحتى ما يهاجرن لدولنا. ليش؟ لان يلقى اكلهن، اللي يلقى اكله ما يهاجر. حكيت بفيديو سابق انه ما يهاجرن بسبب ظروف المناخ لان بارد، لا لان تتجمد البحيرات ويقل غذائهن يهاجرن بسبب هذا، بحثا عن الطعام وليس هروبا من برودة الشتاء. فذن اذا لقن طعامهن ما راح يهاجرن، يعني هجرة عكسية. اللي بالعراق عايشة تهاجر حتى اذا ماك طعام، لان الحر يجبرها تشرد حتى اذا تلقى اكلها. هو اكلها موجود هنا بالعراق صيف وشتاء يحصلن عليه،
بس هي تهاجر ليش؟ اول شيء هي تقدر تتكاثر عندنا. وذاك كم شفت واحد لقى له وحده قافه على بيضاتها بس بلاها بلوى، الصبح جايها، العصر جايها، بالليل جايها، كل ساعه وداهمها. شلون قبل عزل بعث من يداهم لهارب، كل ساعه مسوي لها مداهمه، كل ساعه التدخل السريع، كل ساعه اصوات على بيضاتها، تورطت بيضه خطيه. وش يقول النوب هو؟ يقول ما اخذ بس البيضات، اريدهن نومهن، اريدهن فذني اكلهن وغذاهن موجود بالعراق. بس انه يهاجر من العراق اول شيء يجي الموطن الاصلي يكاثرن بي ويشعرن بالامان اكثر، وثاني شيء الجو بارد هنا ما يتحملن الحر. هنا تلقى طعامها ما تهاجر. شوف هسه هن الخمسة هنا يمي وكت لها تظلن. أنا ما سوى هاي الحركة هن ما جوعات لها، هاي هيك يعني مثل ما تقولون هيك تمتوعة يتمتعن بيها، هن مو جوعانات هسه. وشغلة ثانية أظل أوطد علاقتي بيهن، تظل علاقتي بيهن قوية بهيجي تصرفات وياهن، يظلن دائما معتمدات عليه، يشتاقن لها الحركات هاي، يظلن يجن. شما يشوفن من عند ود يظلن يواصلني، وشما يشوفن من عند جفة وصيح بيهن واطردهن يروحن بعد ما يرجعن، او اخوفهن ما يرجعن بعد. بس هن شايفات طيب من عندي، شوف الطيب ثمر وياهن. اكو بشر لو شو تسوي له، وانا صايرة بيهم من اقرب الناس، لو شو تسوي له يقول لك لا خلفة الله عليك شو مسوي لي، يريد ازيد ويريد ازيد وبس. بس مو تقصر، هو يعتبرك انت مقصر بحقه، ينكر كل الطيب والجميل. بس مرات شفت لواحد يقول مهما كانت حياتك ماشية بسلام وفرحان يجي حيوان يعكر مزاجك. لا غلط، الحيوان شنو يعكر مزاجك؟ هو يقصد عود انسان، بس مفروض يقول يجي حاقد، يجي حاسد، يعني لا تقول الحيوان. هسه الحيوان هذا ما شفته، انا هاي جيتني اليوم حتى لو بس هاي جاية منها وانتهت بعد ما يجن، اقول وفن لان فاجئني البارحة هن اجن شافني واقف يم الباب وجن علي، يعتبرن هن واحد من عتن هسه اني. وأولت البارحة صوفرهن توستن واجن، بس اليوم لا ما ندري بيهن، شلون اجن شلون راحن ما ندري بيهن، راحن بس من اجن ما ندري بيهن. فهذا وفى منعتهن، هاي الجية مالتهن سددتني دين تعب وياهن ومداراتي، حتى لو بعد بيطيرن وما يجن ما اقول عليهن، ما اذمهن واقول ها. وبطبع ما يغير طبعه والطبع غلاب، مرة ثانية اقول هيك عليهن، بس اقول وفني ديني اجني والله العظيم. انا لو قاصن على وكيت شاظلن بعيني مالهن صاحب بالذات، يعني بالذاتات. بس هسه بيضن وجوهن، بيض وجيهك على قولة الخليجيين، بيض وجيهك. تحية خاصة لجميع محافظات العراق شمالا وغربا وجنوبا وفرات الأوسط والشمال والجنوب
وتحية خاصة لكل الدول العربية اللي ويانا. كشخص من دولنا العربية أردني ومصري قبل فترة، كجزائري حياكم الله بقناتي وقناتكم هاي. وأنا شفت شخص من الساعة، تحياتي وأشكر الجميع على تعليقاتهم. يعني مسوي شير لجماعة الصيادين، يقولهم تعالوا شوفوا. طبعا أشكرك أني، ويا ريت تشاركون القناة لكل أصدقائكم ومحبين هاي الهواية الصيادين، العشاق الهواية. كانت عندنا هاي مثل خرماشة مع الأرض حلوة أقلب بيها، هم بنقلب هاي التربة أرجع أعدلها بالكم بهاي الخرماشة. توصلين وداها المرة يقول مال طالبها منها ورجعها. أني قبل 5 سنين هيجي جاي اتمشى بالغابة، انا لو باستراليا من زمان كاتني شي وميت، قرصتني عنكبوت، عتم عنكبوت قاتل هي، لان دائما اطب الغابات والادغال. مرة اتمشى بالغابة واسمع لك شلون يعني الطفل ويبكي، قريبة من صوت الطفل، صوت غريب، مو طفل 100%، لا طفل توه جايب تمه، بس هيك صوت يطلع صوت شنو هذا، الله يستر شنو هذا الصوت، اول مرة سامعه بحياتي. يصيح ياخذ له هيك دقيقة وصاح، ياخذ له شوية وصاح، قلت شنو هاي حية عملاقة، طبيعتهم ما اعرف ايش عندهم، اني ايش ما ادري شنو هذا الصوت، اول مرة سامعه، ما سامعه قبل. ظليت امشي كل ما يصيح وشنو ادغال ادغال يعني شائكة، وما اعرف القراص شنو تبكتها وادخل بيها، يعني جسمي يعني يعني بقد ما اتحسس شني اجرب صرت. على كل حال رحت على الصوت، على الصوت ما ادري بالقراص انا اذي بالبداية، دخلت على العمياوي شوفها شجرة حلوة كانها ريحانة نبتة عشبة هي. ايه على الصوت على الصوت والقالي غزالة غزالة، يمكن ربع كيلو بيها كيلو 3-4 كيلو، صغيرونة صغيرونة. هي شافتني وهي سوت عملية تمويه، مدت رقبتها بالقاع وذاناتها طبقتهن لورا وسكتة خلصت، بس عيونها يتلصلصن. غزالة صغيرونة والله بقت هاي البطة هيك ومرقطة من هذا اللي ترقيط، يعني لون هيك جوزي فاتح حمراء، مدري شلونها حمراء كانها من شلون مرقطة بابيض بيها كريات بيضة، لونها بيضة على هيك بيجي. رحت لها وكضيتها
شنو هو اللي تعاي شنو انتي يا جمال الله يا الله ما شاء الله شقد ناعمه وحلوه شنو يمكن عمرها ساعات والله يمكن بعدها عمرها ما متجوز يمكن ساعتين ثلاثه بس وين امها ما ادري صغيرون الغزالة عمرها 6 ساعات لا ما كضها الغزالة ما تنكض ربك مطيها وهي صغيرة بسرعة تقوم على حيلها يشتد عودها حتى ان شوفت ان ذكرت الموضوع بسرعة طهران وطلع لها الريش وشي واحد ستة مواليدهن هسا احنا اليوم ايش قد بسبعة لا اشلون ماشي يمكن 1/4 اما 1/5 امسوس ايه هسه صار يمكن راح يصير شهرين عمرها ما ادري 1/7 ما ادري 1/6 نسيت لازم اشوف الفيديوهات القبلهن حتى اعرف ايش قد عمرهن صار على كل حال اخذتها قلت هسه والله العظيم انا عايش بشقة لحد الان يعني بعدني توني ما ملتقي لهذا اصلا لهذا البيت بعدني ما عايش بسكن رسمي يعني اغراضي وبعدني ما مضبط اموري قلت والله العظيم لو عدي مثل هسه هذا البيت حديقة وشي اخذها وياي واربيها واشتري لها حليب ومميه يما اش حلقتها متربي لك غزالة غزيلة وظل تلعب بالغابة وتجيك وتطفر وهي كانت وعمرها مال هيك شي صغيرونة بقد البزونة البزونة هم الصغيرة موش كلش بزونة كبيرة بزيزينة يعني وش قد حليوة راسها وحلقها وعيونها وذاناتها يعني فتشي سبحان الخالق يعني لطف لطف بها لطيفة الى ابعد حد شوف هذا اخواني ايش اسمها الخبازة هاي هم تطلعتهم بس ذني لا ازهار هاي ازهار الفيديو صار 40 دقيقة اخوان الى هنا انهي حلقتي الى هذا اليوم دمتم في امان الله وحفظه احترامي للجميع ولا واحد ينغث مني ولا واحد يزعل من عندي وبعد ما له علاقة بأي تعليق علق بكيفك اللي يعجبني ارد عليه واللي ما يعجبني كأني ما شفته وهو كل واحد هو وضميره ومسامح الكل الكل مسامحهم ما اريد واحد يتحاسب بسببي الكل مسامحهم أنا امام الله في امان الله